make them bounce. ان شاء الله يطلع لي شيء. ليش ما يطلع لي شيء؟ بدينا. يلا اول باكج سو اول ان شاء الله يطلع لي مكري. عفا اول حظ زي طلع لي ترايس النازله شغله جديده اسمها بوبكن حق المفوز يعني. اي حتى طلع لي او هذا والله عجيب. الباكج الثاني يا احمد تجي ما تريد ما طلع لي شيء راح ابيع ديسك. بنفسجي اثنين بنفسجي هذا حظي بس يس سكيل فار جديد بس حلو. هذا بنفسجي بس حلو يضحك علي بنفسجي شقني يعني سكيل سمترا البيضة شو اسوي فيه؟ اوه سوري تعال سوي تحتك فايت. قولي لو تصوم دوم في السيسي تعاكم وجودك خير يبدلنا سكنات. يا جماعة هو قاعد يحل على سكن مكريل لأنه هو مين ماله مكريل وبيذهب سلاح مكريل فهو يبي سكن مكريل جديد فهو راضي يطلع له. أوه حتى لوسي عنده شغلة جديدة هذه مال ما ادري شو اسمه اسمه صعب فيكتوري بوس والله حلو. احمد ما تطلع لي ذهبي ما ادري لك ايه يبغى يس ذهبي فلوس قاعد على اعصابك صح؟ خش خش ازرق عندي احلى منه. اوه ذيك الصورة هذه ابيها بس هي طافت اللي صورتها قاعد على الكرسي. كنت ابيها من زين طافت استغلط بنفسجي يلا بشقني على بنفسجي. اوه في هايلايت في هايلايت حق جنجي اي صح صار ما فكر لك حتى هذا ابي من ما سنه طافت. غير اللي غير نزل اخر مره غراج ايه هذا ايه هذا قاعد اقول غير نزل جديد هذا قصدي جديد اي سنة طبعا سنة خلونا 250 شيء ذهبيين ذهبيين اسكت توربيون جديد واسكت زاريا زاك شوف هذا اسكت هذا سبايكينج هذا سبايكينج ناس ما ميرسي ترى لا يمسك ميسي والله بس اوف الله ترى حتى كل شيء غير صور بطلت حق هامز وتركن تري يلا يا رب 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 حط 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 عن اول حط دوم في السي سي راح يطلع حق دوم في السي سي افتح قبل ما يطلع لي كلب قول بنفسجيين ازرقين ازرقين سامي طلع لي اثنين ابيض اقصد طلع لي اثنين اصفر طلع لي زي بس كل مكريك لا بس قديم وصل 35 ولا راح تطلع لي شيء والله طلع لي ذهبية طلع لي سكنتروبيان وزقان زاريا طلع لي فلوس والله مو راضي يطلع لي شيء عندي هاي يموت حق توربيان جديد
شلون تحسب على الفلوس دفعته. أنا فاتت حيث أعطيت باكج. لا لا وراح يطلع لي شيء يا أحمد. الحين دماني الحين واحد أخر. لا 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 سوي كلاس بالكشف ورد. أوكي لا سوي كلاس بالكشف ورد. لو يطلع لي بعد واحد راد أبي سكين ميرسي أنا ميرسي ورفة بس. بعد يعني تذكر اخر مره فاتح 125 باكج فاتح 125 باكج انا اخر مره مال بلوك اوبس ما طلع لي ولا شيء ولا سلاح ولا سلاح لما تفتح اول باكج عندي ويطلع لي سلاح شوف حظي انا معتزم من حظي من زمان احمد احمد انطب روح نادي واحد من اهلي يفتح لي باكجات لا بشوف روح نادي واحد من اهلي يفتح لي باكجات معروف بحظه ليش واقف سامي تعال 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 تكفى لا تخلي الفكجة خلت شوف هذا اولا اسكي وات ميكر ليش يلا اسكي وات ميكر ايه طلعي ذهبي يا احمد بس اسكي وات ميكر بنفسجيين سكين باستي الجديد قديم بس يعني من هالوي بحسب جديد ايه سكين ودباك لون احمر زكزك ما في واحد بكبير واحد جول Hey you guys, I hope you're doing amazing. والله really والله ما راح العب جولف طول حياتي اقسم بالله انا حلفت. خلاص حلفت. Make sure you leave me a comment in the section below. شنو تقول احمد؟ If you guys didn't see last week, I was in a video with Julian Smith. Debbie! Yes, بطل سكسمتر. كفو. شوف حظي زق. A big thank you to my Patreon supporters and my executive producers. عندي واحد احلى والله شنو هذا I've seen some of you guys ask me how can I buy your music or how can I support أحمد you أحمد أبي سكن the best place to do that so thank you to everyone who's doing that I appreciate it you guys want to stay up to date you know what's going on in my life I blog 3 times a week with Carol بخدع ما بي انا افتحها so make sure you check that out Mondays Wednesdays and Fridays we're going through شوف ما يخدع ابي افتحها باي شيء عطني عطني هذا حط قلم that's right we're expecting our first baby and we couldn't be more excited so make sure you check out what's going on in our life Just you guys know, I'm working on a season 2. That's right, season 2 will be coming out. More than that, I don't have any information. It's going to be coming out in the fall. So I'm very excited about that. Call me on Instagram or Snapchat now. I love you so much. Thank you for watching this video. Finally, I'm going to be like me. I'm going to open my eyes. Ahmed. Eesht. ياه ما بي مال اينا سكن ريولي ما تلعب خشمي خشمي مرة ثانية تخيل لا ما راح اسوي فيها هذا ليش مسوي شن اوه طلع لي هذا كيف جت تصاميم مال ديفا سكن ديفا عند هالوين والله عجيب اوه بطلت هاي لا تحق اظهر والله احمد عجيب تدري انا الحمد لله ما فتحت ولا بسرعي من 20 باكج تحت ما فتحت سرعي كلها اغراض امسك اي شيء احطه فيه احطه بليده يعني اوه شوف هذا 14 هاي سجل يا طلعي سكنين حلوين هاي لك حق دونكس ابوك والله انا حاجي ما حد دونكس كلش بفتح افتح بشنو افتح بشنو
توربيان ايموتس لا والله عندي ثلاث حياة والله عندي ثلاث حياة
شوف من يضرب على طاقته مالك. يبي يطلع لي أشياء متكررة وأشياء زق أزرق. إيه كل فكرة تاعي زمان يسوي وشيء متكرر. ذهبي يا رب يا رب يا رب. لا ما بيسكسر جديد. باقي لي آخر باكج. والله أشتري بعد. لا بس أنا تعرف حسب كاشرويزك.